اوكي بتسوي سكرين ريكورد. اليوم بنبدأ بالدرس الأول اللي هو Introduction to Research and Scientific Research Method. تمام؟ زين راح نتعرف اليوم شو هو الـ Scientific Research، شو أنواعه. نحن عندنا نوعين منه، أول واحد اللي هو الـ Primary، وثاني واحد اللي هو الـ Secondary. بعدها راح نعرف شو هي الخطوات أو الـ Steps عشان نحن نسوي Scientific Research، وهالخطوات نحن نسميها scientific method. تمام؟ زين قبل ما نعرف شو هو البحث العلمي الـ scientific research، خلينا نعرف شو هو الـ research بشكل عام. البحث بشكل عام إنه يا نحن ندور على معلومات جديدة ما كنا نعرفها قبل، يا إنه نحن شيء كنا نعرفه already أوكي لكن نضيف عليه معلومات جديدة. وضحت الفكرة؟ يعني شيء أنا كنت أعرفه الحين زدت عليه معلومة، أو شيء ما كنت أعرفه والحين عرفته. هذا هو البحث بشكل عام، لازم تعرفون الفرق من بينهم. أوكي؟ النوع الحين بنهي عند scientific research. زين scientific research هو لما نحن نسوي scientific أو systematic، حطوا خط على هالكلمتين اللي هم scientific و systematic. من تشوفونهم هذا على طول حطوا في بالكم إنه راح يكون scientific research. أوكي؟ scientific research أو البحث العلمي هو مرحلة إن نحن نجمع بيانات ونحللها وعقب ننشرها. So collecting, analyzing and reporting data. ونحن نسوي هالشي ليش؟ to يعني solve a problem، أو إنه يعني يكون عندنا specific situation، موقف معين نحن نبي نحله، نجد له حل. فscientific research is a scientific or systematic process of collecting, analyzing and reporting data. أوكي؟ وضحت الفكرة هاي؟ التعريف لازم كل حد يعرفه لأنه مرتين في الفاينل. أوكي. اللي عنده أي سؤال يفتح المايك أو يكتب في الشات عادي. أوكي. الحين ننتقل حق أنواع الريسيرش. نحن عندنا نوعين من البحث، نحن عندنا البرايمري ريسيرش وعندنا بعد السكندري ريسيرش. البرايمري لما أنتوا تكونون مصدر البيانات، يعني ما تجيبون البيانات من أي مكان، لا أنتوا تصيرون تجمعون وتتعبون عماركم وكذا. أوكي، when you collect data yourself هالشي يكون شنو؟ برايمري ريسيرش. زين لما كل شيء يكون جاهز، المعلومات متوفرة، أنا فقط يعني أجمعها وهي جاهزة، هذا اسمه secondary research. okay when you use data collected by other researchers، تجمعون بيانات من researchers ثانيين وتستخدمون، ركزوا على هالكلمة reliable sources of information، هذا راح يكون secondary. شو يعني reliable؟ في حد يعرف؟ موثوق صح. إنزين خليني أعطيكم مثال ثاني. الحين تويتر أوكي أكثر برنامج انتشر فيه إشاعات وغيره، هل هذا موقع موثوق؟ هل هو شيء موثوق أن أقدر أنا أثق فيه؟ لا. أوكي، لازم يكون جاي من مصدر رسمي أو من مكان نحن نثق فيه، مثلاً أخبار يعني مش السوشيال ميديا، نجيبه مثلا موقع حكومي، نجيبه مثلا من كتاب صح. اوكي، نجيبه من scientific journal. اوكي، خلينا نتعرف على انواع البرايمري والسكندري ريسيرش او على انواع الريسيرش هاي. قلنا البرايمري لما انتم تجمعون البيانات بنفسكم، شو هي الطرق اللي انتم تقدرون تجمعون فيها هالبيانات؟ نحن عندنا اربع طرق معتمدينها أوكي اللي هم هي عندنا السيرفي. من شغل المايك بندع سلطان أندار أوكي من شغل المايك كيف أنت ما أذكر بندع ما أعرف كيف فان بشغل المايك عادي مو مشكلة. زين الفراي ريسيرش قلنا ان نحن عندنا اربع انواع. اوكي،
أول نوع اللي هو السيرفي، وأكيد أنتم كلكم سويتوا السيرفي حق البروجكت مالكم، تعرفون شو يعني السيرفي؟ إنه يكون عندنا أسئلة نجاوب عليها، يكون عندنا مجموعة من الخيارات نختار منها، أوكي؟ نعرف الشكل. وبعد عندنا نقدر نجمع البيانات عن طريق إن نحن نسوي انترفيو مقابلة، يعني أنا أكون ياسة مع شخص أسأله أسئلة ويجاوب علي، أو مثلا عن طريق الأونلاين أن نفتح زوم ميتنج أنا أسأل وهو يجاوب، أو حتى عن طريق المسجن، فهذا معناته انترفيو مقابلة، تمام؟ بعد عندنا اللي هو الأوبسرفيشن. الأوبسرفيشن معناته ملاحظة، لما نحن نستخدم عيننا to observe to look، أوكي؟ مثلا يكون في ريسيرشر في الغابة قاعد يطالع الحيوانات، يسوي لهم observation، يعني يلاحظ سلوك الشخص البيهيفير ويكتب عنه. وفي الobservation في نقطة مهمة، إن ما يستوي إن نحن نغير السلوك، نحن فقط نتابع أو نشوف السلوك هذا، أوكي؟ وبنعرف هالشيء أكثر في الدرس اليوم. وآخر شيء عندنا الإكسبرمنت اللي هي التجربة، يعني مثلاً أعطي شخص جرعة، أشوف شو النتائج وكذي، أقيس أشياء، أحط combinations of أشياء ثانية، فهذا هو الإكسبرمنت، أوكي؟ البرايمري قلنا لما نحن نكون مصدر البيانات، وقلنا الطرق، نحن عندنا 4 طرق، اللي هم السيرفي، انترفيو، observation، إكسبرمنت. وضحت؟ أعيد أي شيء عن البرايمري؟ هيم، واضح. أوكي، زين. الحين حق السكندري. السكندري قلنا كل شيء يكون جاهز. وين كل شيء يكون جاهز؟ سؤال، تفضل. تقدرون تبطلون المايك أسرع؟ شو الفرق بين 3 و4؟ قصدك الأوبزرفيشن والإكسبرمنت؟ زين، الإكسبرمنت، أوكي، أنت راح تقيس شيء، لازم يكون فيه variables، لازم يكون فيه متغيرات، يعني نفس يوم المدارس، الأشياء اللي كنا نسويها في حصة العلوم، هل يقصده بالإكسبرمنت، أوكي؟ أنا أحط جرعة، أسوي أشياء كذي، أوكي؟ الأوبزرفيشن to watch، أنا بس تلاحظ سلوك الشخص. مثلاً بعطيك مثال، الأوبزرفيشن قلت لكم عن مثال حديقة الحيوانات، أن أنت تكون هناك تلاحظ سلوك الحيوان معين. مثال ثاني، أن أنت تكون رايح بلدة معينة، أوكي، مثلاً الفلبين، تبي تشوفهم كيف عايشين، فتعيش مع عائلة هناك، أوكي، وتكتب وتلاحظهم كيف تصرفاتهم، كيف عيشتهم، أوكي، ها مثال على الأوبزرفيشن. وضحت الفكرة الحين؟ الحين أوكي، ننتقل حق السكندري. السكندري قلنا إن نحن لما يكون عندنا كل شيء جاهز، ما نتعب عمارنا، بس ها 1 2 3 نيم، أوكي. وقلنا نقطة إن لازم يكون ريلايبل، يعني موثوق، أوكي. شو الأمثلة على الريلايبل داتا أو ريلايبل سكندري داتا؟ أول شيء عندنا scientific journals، أوكي، بعد عندنا library books، كتب المكتبة، وبعد عندنا المواقع الحكومية والداتابيسز الحكومية بعد، أوكي. أي شيء يكون مثلا ينتهي مثلا في المواقع، ينتهي .ae أو ينتهي .gov، يكون حكومي، أوكي، هذا أكيد راح يكون موثوق، أوكي؟ وكتب المكتبة نعرفها، scientific journal نعرفها، أوكي؟ في أشياء ثانية لكن هيلهم reliable، الموثوقين. وضحت الفكرة؟ انتقل اللي بعده ولا أعيد؟ اللي مشغل المايك يبنده واحد كثير. زين، أوكي، نحن عشان نسوي بحث علمي، عشان نسوي scientific research، في خطوات نحن نمر من خلالها عشان نضمن إن المعلومات هاي تكون موثوقة، أوكي؟
خلا أشرح لكم أكثر. الحين نحن نكون في مرحلة الـ primary research. أوكي، أنا كباحث أقعد أسوي interview، أسوي observation، experiment، survey. عقب راح أحطه مثلاً في scientific journal. عشان أتأكد أن scientific journal هذا يكون reliable، يكون موثوق، لازم أمر بالخطوات هذه. لازم أمر بالخطوات هذه. أوكي، so the steps you follow to ensure that the information is reliable. أوكي، هذا نحن نسميه scientific research method. أوكي، scientific research method، خطوات البحث العلمي نحن نسميها scientific research method. أوكي، هني معرفينه عن يعني بخطواته، إنك أنت أول شيء تشوف البروبلم، عقب تجمع معلومات، عقب تكون فرضية وشي شي شي. هالتعريف ما له داعي. أوكي، أنا أحب هالتعريف اللي هو إن الخطوات حق scientific research اللي تضمني إنه راح يكون موثوق. أوكي، the steps that يعني ensures that the information is reliable. أوكي، هذا ما راح أقول لكم إياه، يعني أحفظكم إياه، راح أقول لكم الخطوات خطوة خطوة، وعقب راح تعرفون definition. تمام. scientific method. أوكي، خطوات البحث العلمي، أول خطوة نحن قلنا أن نحن scientific research ليش نسوي، قلنا عشان نوجد حل مشكلة. فأول خطوة أن نحن يكون عندنا مشكلة، أو يعني نحدد المشكلة هاي، لا ما يكون المشكلة غلط، المهم أن نحدد المشكلة هاي، أو أن نحن نختار topic. أوكي، نختار topic مالنا. يعني الحين أنتوا كان عندكم البروجكت مالكم، أول خطوة سويتوها هي هذه، إنه مثلاً في بعضكم اللي اختار عن COVID-19 وتأثيره على البيئة، هذا كان مشكلة، كان البروبلم أو كان ريسيرش توبك، فهاي هي أول خطوة. اللي مشغل مايك يبندا. أوكي، دقايق بس. يس، أوكي. ثاني خطوة، خلينا نقول على سبيل المثال إنها الموضوع جديد علي، أنا ما أعرف شيء عن COVID-19 والبيئة، موضوع جديد بالنسبة حقي، فشو أسوي؟ أصير أدور على معلومات زيادة. أوكي، نحن لما ندور على معلومات جاهزة، أوكي، هالشيء نحن شو نسميه، primary ولا secondary؟ كل شيء يكون جاهز، أنا بس أقرأ، ها شو راح يكون؟ secondary، صح. collecting information، نحن نسمي إن مرحلة تجميع البيانات. أوكي، إن نحن نجمع البيانات ويعني نقرأها وكذي، نحن نسمي background research. أوكي، وله أسامي ثانية، له ثلاث أسامي، ينسمي literature review، هني مكتوب literature sources، ينسمي secondary research أو secondary data، ينسمي background research. هالثلاث أسامي ممكن تي، فأنتوا حطوا في بالكم أن في الامتحان رح يبون أي واحد فيهم. أوكي، فاحفظوهم كلهم. أوكي، قلنا أول خطوة نختار التوبك، عقب يمكن أنا ما أعرف التوبك فأصير أدور عنه. إنزين، الحين دام أن أنا صار عني خلفية عن الموضوع، أوكي، أعرف شو اللي أباه، هني أنا رح أجيحك خطوة أن أنا أحدد السؤال، أوكي، أو الغاية من الريسيرش، خلينا نقول اللي هو ريسيرش كويستشن. ريسيرش كويستشن هو السؤال، أوكي، عشان أجاوبه أنا لازم يكون عندي scientific research أكيد. يعني scientific question، sorry research question هو السؤال اللي نحن نحطه. أوكي، بسبتها نحن مسوين هالخطوات كلها، أوي أشرح لكم إياه بطريقة معقدة شوي. إنزين، كيف أقول لكم إياه؟ research question هو سؤال البحث اللي أنتوا حابين تعرفون الإجابة مالته، عشان شي أنتوا سويتوا هالresearch. أوكي، وفي الخطوة الثالثة بعد نحن يا نسوي research question يا نكون فرضية، formulate hypothesis. فرضية معناتها شو تتوقعون راح تكون نتائج البحث، توقعاتكم الـ educated guess عن النتائج مالتكم.
أوكي، فهاي هي ثالث خطوة. أعيد. واضح. أوكي، اللي عنده أي سؤال يا يرفع إيده، يا يكتب في الشات، يا يبطل مايك على طول يقول. إنزين، الحين أنا حطيت research question أو حطيت توقعاتي شو راح تكون النتائج. أنا أبغى أتأكد هل توقعاتي أنا صح أو هل توقعاتي أنا غلط. فشو أسوي؟ أسوي اللي هو primary data. أوكي، collect primary data. ونحن شو قلنا يعني primary data أو primary research؟ هل يكون جاهز ولا أنا أسوي؟ أنت تسوينه صح. أوكي، إنزين، كيف نحن قلنا نقدر نسوي؟ نقدر نسوي عن طريق السيرفي، نقدر نسوي صح، نقدر نسوي عن طريق الإكسبرمنت والملاحظة اللي هو الأوبزرفيشن. وبعد في نقطة ثانية مذاكرينها هني، كاتبين سيرفي، إكسبرمنت، أوبزرفيشن، شو بعد الشيء الثالث الرابع؟ انترفيو. صح. أوكي، فلما أنتوا أوكي بتسوون هالخطوات عشان يعني سوري البرايمري داتا، نحن نقدر نعرفه إن الشيء اللي نحن نسويه to answer the research question or to test the hypothesis. أوكي، الشيء اللي نحن نسويه عشان نتأكد إن صحة الفرضية هو primary data. فاحفظوا التعريف راح تعرفوا متى أي دوره في الخطوات. أوكي، زين، الخطوة اللي عقبها الحين أنا جمعت بيانات. أبغى الخطوة اللي تي عقبها بعد تجميع البيانات إن أنا أحلل البيانات. ف analyzing data. أوكي، analyzing data أنتوا كلكم سويتوا اللي هو data file، فأكيد تعرفون هالخطوة. أوكي، سادس خطوة بعد تحليل البيانات هي دور اللي هو draw conclusions، تشوف شو نتيجة البحث. أوكي، شو كانت النتيجة؟ فالخطوة السادسة اللي هي draw conclusions. أوكي، وآخر شيء عندي هو أن أنا أنشر هالبيانات، publish or report the findings. أوكي، easy. أنتوا تعرفون راح تحفظونه، هي تحفظونه بالترتيب، ما ينفع تحطون شيء قبل شيء. وتعرفون شو اللي راح يساعدكم إن أنتوا تحفظونه بالترتيب؟ أنتوا already أنتوا سويتوا هالأشياء كلها، يعني فكروا فيها، أنتوا سويتوا اللي هو topic، عقب صرتوا سويتوا literature review، عقب كونتوا فرضية، صح ولا لا؟ كل هالخطوات أنتوا سويتوها، سويتوا survey، حللتوا، سويتوا data file، كتبتوا conclusions وحطيتوا في البوستر ونشرتوا البوستر. يعني الخطوات كلها يعني أنتوا مسوينها، أنتوا تحفظوا شو الأشياء اللي أنتوا سويتوها وراح تحفظونها. إنزين، أوكي، هني عندي هالرسم البياني يوضح لي نقطة أن مو صح نحن عندنا هني draw conclusions sorry analyze data اللي هي الخطوة الخامسة. yes. أوكي، مو صح نحن عندنا خطوة اللي هي analyze data. في التحليل لما نحن نحلل البيانات راح نكتشف هل الفرضية مالتنا كانت صح ولا غلط. أوكي، was the hypothesis true أو false. أوكي، أو صحيح بشكل جزئي. إذا كان غلط لازم أنا أكون فرضية جديدة. أوكي، هالشي يعني بس أكرينه هني. أوكي، وما يفرق ولا امتحان، بس أقولكم المعلومة هاي زيادة. نشوف الشات. أوكي، فايس. إنزين، في مثال على scientific method. أوكي، السؤال يقول what is the fastest route to school، شنو أسرع طريق يوديني الكلية أو المدرسة. أوكي، خلي أرسم وياكم عشان نعرف الشيء. إنزين، الحين هني أوكي دقيقة. إنزين، الحين هني عندي الكلية. أوكي، وعندي ذات three routes يودوني الكلية، هذا أول واحد من بيتنا للكلية، هذا هو. أوكي، وعندي هذا، معلش. أوكي، وعندي بعد هذا.
أوكي، خلينا نسميهم. واحد راح يكون إيه؟ سيس إيش ما يسي؟ أوكي، واحد راح يكون إيه، هذا راح يكون بي، وهذا راح يكون سي. أوكي، شنو أسرع طريق إيش راح يوديني الكلية؟ هل هو إيه، بي، أو سي؟ أوكي، إنزين، يا راح يكون بي. أوكي، فالحين هذه هي الفرضية. نحن توقعاتنا كنا قلنا بي، إن توقعاتنا أسرع طريق راح يودين الكلية هو بي. أوكي، كيف أتأكد من صحة الفرضية؟ قلنا عشان أتأكد من الهايبوثيسس لازم نسوي إكسبيرمنت. أوكي، أو نسوي اللي هو البرايمري داتا. فالبرايمري داتا الحين راح أسوي إكسبيرمنت، تجربة، راح أعرف هل توقعاتي صح أو غلط. فشو راح أسوي؟ راح آخذ سيارتي، أوكي، إنزين، وبصير في هالكلية كل يوم راح أطلع نفس الوقت الساعة 8، وراح أكون على نفس السرعة مثلا 80، وشو بعد؟ يعني كل شيء يكون ثابت حسب إنه يعني ما يتغير شيء، والنتائج تكون دقيقة أكثر. فراح أصير بنفس السيارة كل يوم نفس الوقت كل شيء. المهم هاي سيارة أنيز. فيب الحين سويت الإكسبرمنت. أوكي، قلنا بعد الإكسبرمنت يكون عندنا تحليل البيانات. الحين سويت صرت بالسيارة هني عشان نسير الكلية بالطريق A، خذ مني 15 دقيقة. أوكي، خذ مني 15 دقيقة، هني قاعدة أحلل. أوكي، طريق B خذ مني 8 دقايق. أوكي، وعقب في سي خذ مني مثلا 12 دقيقة أي شيء. وهو علق، مو مشكلة. يس، إنزين، وهني خذ مني 12 دقيقة. أوكي، هاي مرحلة التحليل. الحين المرحلة اللي تي عقب الأناليزنج داتا شو تكون؟ حد ممكن يجاوب؟ أنا حللت، قلت إنها أخذ 15، هاخذ 8، هاخذ 12. شو المرحلة اللي تي بعد التحليل، بعد الأناليزنج؟ إكسبرمنت. نحن سوينا الإكسبرمنت، نحن صرنا بالسيارة وسوينا هالأشياء. فرضية، سوينا الفرضية، نحن قلنا إن بي راح يكون أسرع طريق. Draw conclusion صح. أوكي، الحين أنا حللت، الحين راح يعني أشوف إجابتي شو. أوكي، I will draw conclusion أن راح أستنتج من هالتجربة ومن هالشكل اللي سويتها أن أسرع طريق يوديني الكلية هو road B. أوكي، عقب بعد ما نحن نسوي draw conclusion يكون عندنا آخر خطوة. شو هي؟ عشان الكل يستفيد، يعني شو الخطوة اللي نحن نسويها؟ publish poster. صح، أنا to publish the findings. إنزين، أسير أخبر ربعي إن سيروا من الطريق بي أسرع عشان ما تأخرون عن المحاضرة وكذي. فبس هذا هو. سهل ولا صعب حسيته؟ أعيد شيء ولا واضح؟ سهل. أوكي، فبس جاوبنا. وهني عندنا بعض الكلمات الزيادة، يعني easy الحمد لله. أوكي، هني عندنا بعض الأشياء اللي لازم نحن نعرفها أو نعرف معانيها، فخلينا نقرأها مع بعض. عندنا شيء اسمه theory اللي هي نظرية. أوكي، عبارة عن أفكار. زين، يعني بعض الناس يؤمنون فيها أو يحسون أن هالأشياء صح. مثال على نظرية، أن نظرية أن الأرض مسطحة. أوكي، هي نظرية، ما في شيء يثبت إن هي صح، ما في شيء يثبت إن هي غلط، فإنها مجرد ثيوري، نظرية. زين، hypothesis اللي هي الفرضية، قلنا هي an idea suggested، هي في النهاية بس فكرة. إن قلنا شو؟ إن ال hypothesis guess، للحين نحن مش متأكدين منه، educated guess. أوكي، ال experiment قلنا تجربة، اللي هو بحث علمي أو اختبار
scientific test عشان نتأكد إن الفكرة معينة صحيحة أو غلط. وقلنا بعد عن الobservation هو إن noting and recording، نحن نأخذ ملاحظات ونسجل. عن الobservation بعد نسيت أعطيك مثال على هالشيء، إن تعرفون هي مال الفلك وكذي، إن لما يبون تلسكوب يطالعون الفضاء وكذي، هذا بعد يعتبر من الobservation. أوكي، عندنا research هو إن يندور على معلومات جديدة discover new facts أو test new facts، البحث بشكل عام. proof الدليل اللي هو facts، الشيء اللي يثبت إن فكرة معينة هي صحيحة مش غلط. prediction توقعات. prediction تقدرون تقولون إنه والhypothesis شوي يقرأ من بعض، أوكي، بس اللي prediction أنتوا يعني تتوقعون إنه راح يستوي، مثلاً شيء قاعد يهتز أنتوا تحسون إنه بيطيح، هذا prediction يعني توقعاتكم الشيء راح يستوي. وآخر شيء conclusion، شيء نحن نستنتجه بعد ما نجمع كل المعلومات عنا وبس. هذا هو الدرس الأول، خلصنا. أعيد شيء من الدرس الأول ولا لا؟ خاص أكمل؟ أنتقل حق الدرس الثاني ولا تبون بريك؟ أكمل؟ أوكي دقائق بس دي ستوب شير الحين عشان أفتح الثاني. إنزين الدرس الثاني وهنا، لا عادي. أوكي اليوم بس راح نخلص 3 دروس، ما راح ناخذ أكثر. وإذا تبون نقدر ناخذ بريك نكمل عقب شي الفيل اللي هو اليوم درسنا باك اند. إيه صح. أوكي تلاقي أسوي شير. اللي عنده أي سؤال وأنا ما شفت الشات ماله ترى بسرعة يروح عليه، فافتح المايك. الحين عندي الدرس الثاني، اللي عند الباوربوينت يرسله. أنا راح أطرش كل الباوربوينتات في الجروب. أوكي شوفوا الدرس هذا يعتبر نوعا ما طويل. الدرس هذا ينقسم، أوكي إن شاء الله الدرس هذا ينقسم قسمين، أول واحد اللي هو الباكجراوند ريسيرش، ثاني واحد الرفرنسينج والسيتيشن والبلاجيزم، هالأشياء يعني تطول شوي، فبس بناخذ الباكجراوند ريسيرش وايد سريع. أوكي فدرس اليوم راح يكون السكندري ريسيرش، وقلت لكم إنه له 3 أسامي، قلنا السكندري ريسيرش، قلنا باكجراوند ريسيرش، وقلنا الليترشر ريفيو، هاي 3 أسامي لازم نحفظها. أوكي فهذا راح يكون درس اليوم. اليوم راح نعرف شو هو الليترشر ريفيو، أوكي، وبعد أوكي إنزين، وبنعرف ليش هو مهم في البحث، أوكي، وشو هو الستاندردز اللي نحن نحتاج عشان نسوي هالرفيو، أوكي إنزين. هني التعاريف وايد طويلة ويايبين وايد كلام فاضي، وأنا ما أحب الكلام الفاضي اللي ما منه فايدة، فراح أقولكم إياه من عندي، أوكي إنزين. في النهاية يعني الفكرة هي واحدة، عادي كل يوم درسين لين السبت. أوكي إنزين شو هو الليترشر ريفيو؟ الليترشر ريفيو هو إن لا كل يوم 3، أوكي عادي نحن راح نسوي ريكوردينج راح يكون موجود. إنزين نحن عندنا شيء اسمه background research، وقلنا بعد نفس الاسم secondary research، وقلنا بعد له اسم ثالث اللي هو literature review. شنو هو؟ it's a وينه؟ يب إنزين هو عبارة عن journals books databases، أوكي هالأشياء تعتبر من ضمن الليترشر ريفيو. اوكي ثواني بس. اوكي زين انا احب اعرفه على انه publish scholarly information on a topic، اوكي شيء ناشرين الناس
ويكون هو موثوق عن topic معين. A published, okay, information on a topic. هذا تعريف literature review. Okay. Literature review يتضمن وايد أشياء، منها journals, books, databases. وقلت لهم الشيء، في ناس يكونون مسوين primary اللي هو لما نحن نجمع بنفسنا، يكون حاطين survey جاهز، يكون حاطين يعني هالأشياء، فيمكن عسب شيء هو كاتب primary sources. إنزين. شيء ثاني من literature review، مصادر literature review أو background research أو secondary research، عندنا النيوزبيبر، عندنا الماجازينز، وعندنا بعد البوكس، الفيلمز، الويب سايتس، حتى الراديو. ها كله يتصنف من ضمن الليترشر ريفيو. اي شيء يكون فيه معلومات ويكون جاهز، اوكي، هذا هو الليترشر ريفيو. حتى السوشيال ميديا يعتبر من الليترشر ريفيو، لكن نحن ما نختار غير الشيء الموثوق. اوكي، راح اسوي لكم لستة شوي الاشياء الموثوقه، اكثر شيء وشو الاقل وكذا. زين، يومها فاضي. المهم، إنزين، ليش نحن نسوي شيء اسمه literature review؟ أوكي، أول شيء البنفت الأول، الفائدة الأولى، إن نحن نتعلم من researchers الثاني. أوكي، learn from other researchers. أوكي، researchers أكيد سووا عن التوبك مالكم، عسب شيء يعني يكون أسهل حكم إن أنتوا تسوون ريسيرش مالكم انتو، يعني ما يصير انتو تسوون بحث اوكي عن شيء انتو ما تعرفونه، لازم يكون عندكم فكرة عنه، عسب شيء يكون في شيء اسمه literature review، ناس مسهلين حقنا هالشيء. اوكي، ف to learn from other researchers، هالبنفت الاول. ثاني شيء، عشان نحن يكون عندنا good background knowledge، لازم يكون عندنا knowledge. وليش لازم يكون عندنا knowledge؟ عسب ان نحن نقدر نكون فرضية و research question. تمام، كيف أنا راح يعني أقول حق الناس توقعاتي وأنا ما عندي فكرة عن الموضوع؟ لازم يكون عندي خلفية، لازم يكون عندي background knowledge. أوكي، ثالث شيء إن to develop a better research experiment. بعض المرات مثلا يكون في شخص مسوي تجربة، أوكي، مثلا حاط 5 غرام 6 غرام من هالشيء، ومن النتائج مالته أنا أقدر أكون تجربة أفضل منه، بأن مثلا أغير الأشياء اللي حطها مثلا بدال 5 و6 أحط 3 عشان النتائج تكون أفضل. أوكي، to develop a better designed research experiment. ومو شرط experiment، هني هو كاتب experiment بس دون تبون survey، ممكن يكون observation، ممكن يكون شو بعد survey observation survey observation interview. اوكي، هلا شكلها yes. شكرا. انزين، عقب to provide evidence. انتو راح تكتبون اشياء، السؤال راح يسألكم شو الدليل على هالكلام، او يعني شو الدليل على صحة الكلام اللي انتو مطلعينه او كاتبينه. اوكي، فانتو راح تقولون والله هالباحث كاتب هالشيء، فهذا evidence. اوكي، هاي فائدة literature review. أول شيء أن قلنا to learn from other researchers. Okay. To get a better understanding. ليش لازم يكون عندنا better understanding؟ عشان we can make a hypothesis أو research question. وعشان يكون عندنا better research experiment. وقلنا survey, interview, observation. وآخر شيء to provide evidence. هني كاتب عشان شيء إنه يستاهل الوقت وكذي. أكيد كلكم طولتوا وايد لما سويتوا ال is it like secondary research؟ yes. أوكي، شوفوا ال literature review، secondary research، background research، هي اللي قلت لكم كلهم نفس الشيء، نفس الاسم، نفس المعنى، فقط الاسم يختلف. أوكي، زين، شو مصادر secondary data؟ عن الكتب أو الكتب الإلكترونية، عن الجورنالز. الجورنالز وايد وايد، في جورنالز يعني حتى خارج نطاق يعني المواضيع مالتنا، تعرفون شيء أشياء برا الدراسة راح تحصلونها في السيتي لايبرري، وايد حلوة، شوفوها يوم واحد. عنا بعد الريبورت، أوكي، تقارير،
بس لازم تشوف كاتبين reliable websites، لازم يكون موثوق، كاتبين newspaper، magazine، جرايد ومجلات، راديو، تلفزيون، websites، مواقع، ما نوز. لما يكون عندي كتيب صغير مثلا جهاز اشتريته، أوكي، وحتى جوجل. إنزين، كيف نحن نقدر نسوي السكندري ريسيرش أو الباكجراوند ريسيرش أو الليترشر ريفيو؟ إنزين، أول شيء لازم يكون، يعني مو لازم، أوكي، أقدر أستخدم شيء اسمه أكاديميك سيرش إنجنز، أوكي. من الأمثلة على الأكاديميك سيرش إنجنز اللي هو مكتبة الكلية، لأن الكلية متعاونة مع وايد شركات زي مثل إفسكو وهالأشياء، فيسهل علي عملية البحث، وكل شيء راح يكون أكاديميك وكل شيء راح يكون موثوق، أوكي. عقب عنا جوجل سكولر، هني مشكلته الوحيدة، أوكي، إنه ما يجيب لي معلومات كاملة، بس يجيب لي مثلاً ورقة من الكتاب كامل، أوكي. خلينا نحط هاي خط. عقب عنا المكتبة، المكتبة العادية اللي فيها كتب زين، مثلاً بيت الحكمة وغيره، ناخذ كتاب خاص. عقب عنا الإنترنت سيرش، أوكي. الإنترنت سيرش بشكل عام البحث من خلال الإنترنت، مثل جوجل، ياهو، بنجو، ما أدري شو هالأشياء، المواقع كلها، أوكي، سفاري. هني لازم نحن نكون وايد حذرين على نقطة إن لازم هالشي يكون reliable. شوفوا حتى هني كاتبين be very careful to make sure that your source is reliable. أوكي. ما له داعي. إنزين، كيف أتأكد إن الشي مالي أنا reliable؟ أوكي، عشان يكون reliable لازم يكون peer reviewed. أوكي، peer reviewed شو يعني؟ الحين أنا خبيرة في مجال الفيزياء، أوكي، I'm an expert at this field. راح أسوي يمشي الموضوع بين. أنا راح إنزين. هي أوكي، الحين أنا خبيرة، أسأل الناس بعد خبيرين في الموضوع هذا، فكنا نجمع فكرة واحدة، وبهالطريقة يكون peer reviewed. أوكي، صح، بالضبط. أنا تسألين خبراء ويعني كل حد يتفق على شيء، يعني هالشيء دائما نحن نحصه حتى في الفتاوي وهالأشياء اللي في الدين، ما يصير شخص واحد إن شيخ واحد يقول شيء، لا، كلهم يتفقون على شيء عقبها، فنحن نقدر نقول على هالأشياء اللي يتفقون عليها إنها peer reviewed. أوكي، زين. ثاني شيء لازم نحن نحط في بالنا، نحن من وين قاعدين نجيب هالمعلومات، أوكي. مثلا خلينا نقول إن نحن جبناه من ماجازين أو من موقع أو من أي شيء ثاني، في بعض الماجازينز، الجرايد أو المجلات، هالأشياء تنشر فكر غلط، أوكي، تنشر أفكار أو أشياء ثانية، فيعني إذا كان يعني شيء تحسون فيه شوي suspicious إن شيء مريب في الموضوع هذا، على طول سووا objection، لا تأخذون هالموقع أبدا. في مثلا بعض المواقع أن تنشر لكم عن جهاز، أوكي، إنه والله هذا ينزل وزنكم 10 كيلو في اليوم، ما أدري شنو، ما في دليل، قاعد ينشر أو يروج حق شيء، فراح يكون غلط، أوكي. وقلنا لازم يكون respected وكذي. يفضل إن نحل لما ناخذ شيء يكون referenced، أوكي. ريفرنس معناته ان ما اعرف ايش اشرح لكم اياه، شيء هي المصادر، صح، شكرا. نشي اللي تكون ورا الكتاب، اوكي، او يكون جورنال بعد، اوكي، هل هو جورنال، هل هو ريفرنس. انزين، كاتب لي نقطه مهمه وايد، لازم احنا نتجنب البلوكس اللي هي مثلا والبيرسونال ويب سايتس. الحين في يومنا هذا اي حد يقدر يسوي موقع، انا عندي موقع، كل حد عنده مواقع، إنه باسمكم تحطون فيها أشغالكم، تحطون فيها أشياء عادية، أوكي، هالأشياء نحن يفضل نتجنبها، زين. أو شغل للحين ما حد سوى له ريفيو، أوكي، أو شيء نحن نقدر نسوي له إديت، مثلاً أي شيء
أوكي خليني أقول لكم مثال. أنتوا نشرتوا شيء عن الإنستغرام وحطيتوا في الكابشن شيء يعني إنه مغلطين فيه، تقدرون شو تسوون؟ مدال ما تمسحونه تقدرون شو تسووا له؟ أدت، صح ولا لا؟ سووا له أدتينج، فيعني كل شوي بتقعدون تغيرون كلامكم، صح؟ زين متى؟ يعني أي شيء يكون قابل للتغيير هذا نحط عليه أكس. زين الحين راح أسألكم سؤال، هل ويكيبيديا مصدر موثوق ولا لا؟ ويكيبيديا أكيد كل حد يعرف من أيام مدرسة، لا. زين ليش؟ كلنا نعرفه يعني مشهور وايد وكل الناس تستخدمه، ليش موثوق؟ لأن أي حد يقدر يعدل عليه، وغير هالنقطة قابل للتغيير، صح. وغير هالنقطة إن أي حد يقدر يحط شيء على ويكيبيديا، في ناس يحطون صورهم على ويكيبيديا على أساس إنهم ناس إنه واو مشاهير عندهم وعندهم وعندهم، يعني عرفتوا كيف؟ أي شيء يعني في شك بالموضوع نبتعد عنه. أوكي فايس. بالنسبة للمواقع نحن دائما يكون عندنا HTTP ويعني جهة الأشياء ينتهي دائما .com، صح؟ لو كان ينتهي .edu أوكي أو .gov نحكومي education أو .org organization، هذا يعني احتمالية إنه يكون موثوق تكون وايد كبيرة أكثر من ما إنه لو انتهى .com. وشيء هني راح أقوله، مو معناته إن أنا خلاص أتجنب اللي في .com، لا، في أشياء تنتهي .com تكون موثوقة، أوكي؟ وقلنا إن ما يستوي نستخدم ويكيبيديا ذكرنا هالنقطة، أوكي. ممكن شخص يسأل هالسؤال، الحين أنتم ما بتخلونا نستخدم ويكيبيديا لأنه مش موثوق، زين شو أقدر أنا أستخدم؟ عندنا شيء اللي هو الإنكلوبيديا وهاللينك ماله، كل طلاب CT لهم أكسس حقه، فتقدرون تخضون مثلا لو عندكم ريسيرش أو شيء ثاني. ويس أوكي الحين هالباقي ما راح نكمله، أوكي بنخليه حق بعد الصلاة لو تبون أو يوم ثاني، أكتبه في الجروب عادي. وبس خلصنا. أو صح ويت ويت مين شير وايت بورد شير بعد الصلاة. زين بس شيء بسرعة بسرعة وأكتبه مش مايك أوكي. لو في حد حطيت له ميوت وشي يعني لأنه ما كان يتكلم، فيعني لو أنتم سألتوا أنتم تفهمونه. زين بتكلم هني عن نقطة ال reliability، إن إيش كثر هالشي موثوق. راح أكتب لكم بالترتيب أي واحد موثوق أكثر للأقل. فأول شيء أقوى شيء اللي من أشوفه على طول أعرف إنه ريلايبل اللي هو البير ريفيو، اوكي. ثاني شيء اللي هو الاوفيشال بابليكيشنز، اوفيشال بابليكيشنز بس اوكي. وعقب عنا اكاديميك من اللي مشغل مايك اوكي اكاديميك publications وعندنا بعد اللي هو النيوزبيبر جرايد، عندنا بعد الجنرال بوكس الكتب العام جنرال بوكس and websites، وعندنا بعد بلوجز وماجازينز بلوجز and magazines، واخر شيء عندنا السوشيال ميديا خلاص هي spacing. أوكي هي الأشياء الموثوقة من يعني كتبت لكم إياها بالترتيب، أكثر شيء موثوق لأقل شيء موثوق. أوكي في ناس ممكن ما يعرفون شيء يعني ال أوكي دقيقة. إنزين مثال على peer reviewed اللي هو journals. journals أغلبها إذا مو كلها تكون peer reviewed. أوكي الأوفيشال بابليكيشنز شيء رسمي، مثال عليه اللي هو governmental websites. governmental websites هيك شات 15 شات شيء يعني جمل
journal journal يعني تقدرون تقولون عنه بحث، هي شبه البحوث، مش مجلة، لا ماجازين مجلة. جورنال، جورنال شوي يشبه الكتاب، لكن الجورنال غالبا يكون عن انه يكون ساينتفك. اكتبي في ويت، خلا رايك من الحين. جورنال اوكي، ايش ما يسوي. ما في صورة حتى. المهم يعني سوم خبراء، هي هي او بروفيشنالز. فهمتي؟ اوكي عفوا. ان الاكاديميك بابليكيشنز شيء اكاديمي، مثلا الكتاب البوكس، انا اقصد فيها الكتب اللي تي من المكتبه، اللي تي من مثلا هارفارد، صح كده. المهم اللي تي مثلا من جامعات وغيرها. اوكي الاكاديميك بابليكيشنز شيء اكاديمي. النيوز بيبر نعرف شو يعني نيوز بيبر. جنرال بوكس كتب عامه، ويب سايتس. خليني اعطيكم مثال، اكيد اللي يقرا روايات وشي تعرفون كتاب حارة نادرة، صح؟ عبد الوهاب تحت يكتب شو اسمه يعني شي معلومات عن الامراض النفسيه اللي يحطها، فهذا يعني يعتبر من جنرال بوكس. اوكي يعني مش موثوق 100% لانه مش official publication او academic publication. اوكي هو شيء عام. والويب سايت، وقلنا الويب سايت يفضل انه ينتهي بشنو، ياب دوت هي قلنا دوت كوم، غلط. اوكي نحط عليه اكس. اوكي لازم ينتهي صح. اوكي قلنا يفضل انه ينتهي بجي او في، شو بعد او ار جي، وهذا غلط. صح. شو بعد؟ إنزين. dot org dot gov government، وآخر شيء يعني edu، صح dot edu. أوكي هيا صح، أنا أقدر أثق فيهم. وعقب عنا اللي هو البلوكس والماجازينز، وعندنا آخر شيء السوشيال ميديا. أعطوني مثال على السوشيال ميديا، أي موقع أنتوا تحبونه. إنستغرام، إنستغرام عميل الإمارات، عميل الإمارات على شنو؟ إنستغرام. مثال على السوشيال ميديا تطبيق، أنا مثلاً فيسبوك، عندنا تويتر، أوكي عندنا وايد أشياء ثانية. أوكي وبس كذي خلصنا. اوكي قلنا البير ريفيود اللي هو الجورنالز، اوكي الاوفيشال بابليكيشنز المواقع الحكوميه، وحتى سوري نسيت اكتب ويب سايتس اند داتا بيسز. اوكي وبس الله يعافيك. زين خلوا لسه هاي عندكم، لان يعني مرات يبون هالاسئله يحطون اثنين ريلايبل، انتوا لازم تختارون واحد. اوكي وهذا هو الصح. متى يكون الكلاس الثاني؟ متى ما تبون. ويلكم. الحين راح ابند. هل عندي اي سؤال تبون عقب الصلاه؟ تبون الساعه 1 كذي نبدا؟ اوكي الساعة واحدة. زين راح أطرشكم رابط بعد الساعة واحدة. تمام نسوي ستوب شير. اوكي